جميلة جدا من برنامج مصنع تسبيح. عايزة أقول لكم في البداية هابي نيو يير بمناسبة أول يوم في سنة 2017. مبسوطة جدا جدا أنا ورامز إن احنا نكون معاكم النهاردة في حلقة الكريسماس. عايزة أفكركم إن أرقام التليفونات ظاهرة قدامنا على الشاشة، اللي عايز يتصل يسبح معانا ويشاركنا في موضوع حلقتنا النهاردة ياريت يتصل بينا، احنا مستنيينكم. وعايزه كمان افكركم بالفيديو، انت ممكن تصور نفسك وانت بترنم ترانيم برنامج مصنع التسبيح وتبعتها لنا على صفحتنا على الفيسبوك، واحنا اكيد اكيد هنعرض الفيديو ده الحلقه اللي جايه. رامز رامز. ايوه يا جولي. نعم نعم يا جولي. على فكره احنا ابتدينا حلقتنا، انت بتعمل ايه؟ انا بعمل حاجه مهمه جدا يا جولي، بعمل حاجه مهمه جدا. حلو قوي، بس ممكن نعمل الحاجه دي بعد ما نخلص حلقتنا؟ لا ما ينفعش يا جولي، دي حاجه انا بستناها من السنه للسنه يا ماما. يعني هي حاجة مهمة جدا 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 جدا. طيب طالما هي بقى مهمة جدا 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 خالص، ممكن تقول لنا بقى انت بتعمل ايه؟ ما عنديش مشكلة يا جولي اقول لك انا بعمل ايه. انا بعلق امنياتي على شجرة الكريسماس. واو دي فكرة حلوة قوي. أيوة. طب ممكن بقى تقول لنا ايه هي الامنيات بتاعتك ولا دي اسرار؟ لا لا مفيش اسرار ولا حاجة، ممكن اقول لك عادي جدا. انا مثلا كاتب اني عايز الاقي شغل، وكاتب امنية تاني اني عايز اخد كورس انجلش، وكمان عايز عربيه محمدقه كده اروح بيها الشغل اللي هلاقيه ان شاء الله في 2017 ان شاء الله. وعايز اجيب عربيه كمان يا جولي، وعايز حاجات كتير قوي 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 يعني يا جولي، يعني امنياتي واحلامي دي. طب وايه تاني غير الامنيات دي؟ انا بصراحه في السنه الجديده عايز اصبغ دقني اصفر وابقى شاب روش كده وبرنس. تصبغ دقنك اصفر؟ بس انا عندي اقتراح تاني. قولي. ايه رايك تعملها بدل الاصفر تعملها اخضر؟ هيبقى نيو لوك. واو. طب بتتريق عليا يا جولي؟ لا مش بتريق. انت بتتريق عليا يا ماما. لا لا صدقني مش بتريق. كمل، ايه بقيت امنياتك يا رامز؟ الحقيقه في امنيه تاني بيني وبينك كده كنت عايزها يعني. كنت عايز 10 جنيه يا جولي، لان انا داخل السنه دي معيش ولا شلن الحقيقه. انت بعد كل التناكه اللي انت فيها دي عايز 10 جنيه؟ طب انا مش هديك. لا هتديني يا جولي. لا مش هديك يا جولي، مش كده أرجوكي، أنا محتاج فعلا الفلوس. طيب نشوف موضوع ال 10 جنيه ده بعدين، ونطلع نسمع تنيمة جميلة جدا مع البريس تيم، وبعد كده نخرج تقرير نشوف بقى أصحابنا بيقولوا لنا إيه عن أمنيات السنة الجديدة سنة 2017، إيه رأيك؟ يلا بينا. يلا بينا. جديدة ان انا انجح. امنيتي ان انا اسمع كلام بابا. انا نفسي افلام كتير للسنة الجديدة. انا انجح في السنة الجديدة. انه بقى عندي لعب كتيرة. بطلب من ربنا ان كل حاجة يدهاني ان في سلام في البيت. انا نشتري شجرة كريسمس جديدة. انا انجح. نفسي اعمل كريسمس تري. امنيتي للسنة الجديدة لا يجي لي عجلة. اكتر امنية بتمناها للسنة الجديدة ان انا انجح في المدرسة. اكتر حاجة فرحتني نجحت في الكويز. انا خرجت انا وماما وبابا مع بعض.
أكتر حاجة حبيتها في السنة فاتت المدرسين كانوا حلوين معايا. أنا فرحانة إن أنا نجحت في الإنجليش والماس. عجبتني قوي شكل كريسمس السنة الفاتة. إن أنا شفت كريسمس تري. أنا كنت مبسوطة عادي. إن أنا نقلت من البيت القديم مع بابا وماما وأختي. لما رحت المدرسة كان يوم حلو. جبت درجة حلوة وأنا في سنة تالتة. أكتر حاجة فرحتني إن أنا اتجمعت مع عيلتي. ميري كريسمس. ميري كريسمس. ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم في برنامج مصنع التسبيح. عجبني قوي قوي يا جولي في التقرير انه في طفل قال انه بيتمنى سلام لبيته، وانا كمان بتمنى سلام للعالم كله. انت يا جولي كنت بتتريق عليا علشان كانت امنياتي مش عاجباكي يعني، ها؟ لا لا صدقني انا كنت بهزر معاك، انا بس كنت عايزة اوضح لك فكرة ان احنا في وقت مميز جدا، يعني احنا يا رامز بننهي سنة وبنستقبل سنة جديدة، وزي أي بداية جديدة لأي حاجة حلوة في حياتنا يا صحابي بنقيم اللي فات ونحط خطة للمستقبل. طبعا طبعا واضحة يا جولي زي الشمس. أنا مش فاهم أي حاجة خالص. هبسطها لك يا رامز، أنت عمال تطلب 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 طلبات مادية وتعليم وشغل وحاجات كده كتير. أيوه إيه الغلط في كده؟ إيه الغلط في كده يعني مش فاهم أنا؟ مفيش غلط يا رامز، وأنت من حقك تطلب من ربنا أي حاجة أنت عايزها، بس إحنا في سنة جديدة وسنة مميزة. يعني مثلا ما فكرتش تطلب طلبات مختلفه عندي؟ ازاي يعني مش فاهم، يعني ايه مختلفه دي؟ هبسطها لك. يعني انت مثلا تجيب ورقه وقلم وتبتدي تكتب الحاجات الغلط اللي انت عملتها السنه اللي فاتت، وتقوم مقطع الورقه دي ومقرر ان انت مش هتعملها تاني، وبرده تجيب ورقه وقلم وتبتدي تكتب الامنيات بتاعتك للسنه الجديده. ده اللي انا كنت بعمله على شجره الكريسماس يا جولي، هو ده اللي كنت بعمله يا ماما. يا رامز مش قصدي الحاجات اللي انت كتبتها، يعني مش قصدي ولا الشغل ولا العربيه ولا كورس الانجليش. ما انت لو تصبري عليا، انت لو تصبري عليا هتعرفي، لكن انت متسرعه ومتهوره، في حاجات اهم من كده بكتير واشد عمقا. برافو عليك، طب ما قلتهاش من الاول ليه؟ لا اقول لك بقى، اقول لك انا عايز ايه في السنه الجديده. قول يا رامز. انا عايز في السنه الجديده اجيب لابتوب، وعايز اجيب موبايل، وعايز اطلع الساحل وهيص هناك بقى. هي دي الطلبات المختلفه؟ ايوه جولي، ما طلبات مختلفة اهي، انت مش تختلف لحظة. ايه يا رامز الطلبات دي عن الطلبات اللي قبلها؟ لا لا لا، دي طلبات مليانة كده، ايه فاهمة انت، فيها ابعاد. طب انا هحكي لك القصة اللي فيها ابعاد. قول يا جولي. الله زمان لما خلق ادم وحواء خلقهم وعايشهم معاه في جنة عدن لان هو كان بيحبهم جدا جدا جدا، وزي طبعا ما احنا عارفين بقية القصة انه الله قال لادم وحواء كلوا من كل الشجر اللي قدامكم ما عدا شجرة واحدة بس. هنكمل القصة دي يا جولي، بس ناخد جيسيكا من القاهرة. ازيك يا جيسيكا؟ ألو. ازيك؟ كيف؟ عندك كام سنة؟ أنا عندي 11 سنة. 11، كبيرة قوي. طيب جيسيكا عايز أسألك سؤال، أنت في السنة الجديدة بتتمني إيه؟ إيه الأمنيات اللي عندك للسنة الجديدة؟ إن المدارس تكون سهلة. حاجة حلوة قوي يا جيسيكا. جاهزة دلوقتي تشتركي معانا في المسابقة؟ جاهزة. يلا بينا؟ يلا بينا. طيب السؤال بيقول، يا ترى ابن آدم وحواء الكبير هو قايين ولا هابيل ولا هارون؟ قايين. برافو عليكي، سقفة جامدة جدا ليها. برافو عليكي يا جيسيكا. السؤال كان بيقول، يا ترى ابن آدم وحواء الكبير هو فعلا قايين. جيسيكا جاهزة ترنمي معانا؟ جاهزة ارنم معاكي. يلا بينا. طقي دقي يا كراس النهر بعيد، يا صغير فرضنا خلاص سعيد. طقي دقي يا كراس النهر بعيد، يا صغير فرضنا خلاص سعيد. امك تسمع بحائرنا وقول الارض فقير علشان بيحبنا، كل عالمنا كل اطلاعنا هو حاسس بينا كل لحظه في عمرنا. برافو، شطوره قوي 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 قوي، ميرسي ليكي جدا يا جيسيكا. باي باي. جولي كنا بنتكلم عن قصه حواء صح؟ لما ربنا قال لهم كلوا من كل الشجر اللي قدامكم ما عدا شجره واحده بس. ايوه ساعه لما حواء خلت ادم ياكل من الشجره،
منك يا حواء، منك. حرام عليك يا رامز، هو ده كل اللي فاكره من القصة. على فكرة بقى مش حواء لوحدها هي اللي كانت، آدم كمان كان من الشجرة، وبسبب الموقف ده العالم كله دخلت فيه خطية، وللأسف العلاقة اللي ما بين الله وما بين الإنسان حصل لها انفصال كبير قوي، وربنا حاول محاولات كتيرة قوي يا صحابي علشان يرجع العلاقة دي، وكل المحاولات دي ما نفعتش، فقرر بقى انه يبتدي مع الانسان بدايه جديده خالص. ايه بدايه جديده دي؟ انا مش فاهم حاجه يا جولي. اقول لك يا رامز ايه البدايه الجديده دي. الله بعت لينا ابنه يسوع المسيح علشان يعيش على ارضنا ويتصلب ويتعذب ويتهان، وكل ده علشان خاطرنا. ودلوقتي بقى من حقنا ان احنا نروح لربنا اول ما نغلط على طول، ونجري ونقول له سامحنا واحنا غلطانين، وفعلا الخطيه بتتغفر يا صحابي. بصراحه جولي انا تهت منك ومش فاهم اي حاجه خالص. طب ايه رايك ناخد مفدي دلوقتي وبعدين نكمل بقيه قصتنا؟ ازيك يا مفدي؟ الو ازيك؟ عندك كام سنه يا مفدي؟ 13. عندك كام سنه؟ 13. ميري كريسماس. ايه؟ ميري كريسماس، كل سنه وانت طيب. ميري كريسماس ليكي. عايزه بقى اسالك سؤال. ايه امنيتك للسنه الجديده؟ ايه امنيتك للسنه الجديده؟ عايز تعمل ايه في السنه الجديده؟ ايه اكتر حاجه تحب تعملها في سنه 2017؟ انا نفسي ابقى احسن في عدسي، يعني ابقى اشطر. نفسك ايه؟ ابقى اشطر في عدسي. حلو قوي، حلو قوي يا مفدي، برافو عليك. جاهز لسؤال حلقتنا؟ جاهز. السؤال بيقول يا مفدي، ايه اسم الثمرة اللي الحية ادتها لحواء علشان تاكل منها في الشجرة؟ تفاح ولا موز ولا الكتاب ما ذكرش؟ ما ذكرش. برافو عليك يا مفدي، خلينا نسقف لاصحابي. برافو عليك يا مفدي، انا مبسوطة منك جدا جدا ان انت اتصلت بينا، ومستناك في الحلقة الجاية تكلمنا وتحل معانا سؤال تاني. باي باي. كنا بنقول ايه بقى يا رامز؟ كنا بنتكلم يا جولية عن البداية الجديدة، وانا مش فاهم ايه علاقة اللي انت كنت بتقولي ده بالامنيات اللي انا كنت بحطها على الشجرة. هبسطها لك دلوقتي. زي ما انا كنت بقولك ان احنا في بداية سنة جديدة ومميزة جدا جدا، يعني احنا بدل ما نطلب الطلبات دي، وطبعا الطلبات دي ما فيهاش مشكلة خالص يا صحابي، لكن ممكن ان احنا نقعد مع نفسنا كده ونفكر ايه الحاجات اللي احنا عملناها غلط زمان، ونقرر ان احنا مش هنعملها تاني، ونفكر في امنيات جميله جدا نحققها في السنه اللي جايه ونستغلها. معاكي حق يا جولي، انا ازاي فعلا ما فكرتش في كده قبل كده؟ انا كان لازم فعلا افكر ان امنياتي تبقى احلى من كده بكتير. برافو عليك يا رمز. ايه رايك دلوقتي نسمع ترنيمه جميله مع البريستيم، ونرجع تاني نكمل بقيه فقراتنا في برنامج مصنع التسبيح. We'll be right back.
ولسه مكملين معاكم في بداية جديدة وسنة جديدة من برنامج مصنع التسبيح. كلامك يا جولي قبل الترنيمة أثر فيا جدا، والحقيقة أنا قررت حاجات كتير أحط لها نهاية في حياتي. على فكرة أنا طول عمري عارفة أنا صح. لا وملاحظ إنك متواضعة كمان. متواضعة جدا بس أنا مش فاهمة منك أي حاجة. أوضح لك يا جولي، أنا بصراحة كنت متصاحب على شلة شباب كده يعني ما كانوش أفضل حاجة أوي يعني. طب ما انت لازم تسيبهم يا رامز وتبتدي بداية جديدة مع اصحاب كويسين. ما ينفعش ما ينفعش يا جولي اسيبهم، ما ينفعش، دول صحابي من زمان قوي قوي قوي. بس على فكرة انت سهل جدا تسيبهم، عارف ليه؟ ليه بقى؟ علشان انا اعرف واحد كان زيك كده، كان برضو مصاحب ناس مش كويسين. الواحد ده قرر في يوم من الايام ان هو يروح لباباه ويقول له انا عايز كل مراسي، برغم ان باباه كان لسه عايش اصحابي، لكن باباه من رغم ان هو كان متضايق جدا جدا من الموضوع ده لكن قال له خد الفلوس. الابن ده خد كل الفلوس بتاعته وجري وسافر بلد بعيده خالص خالص يا صحابي، وقعد يصرف فلوسه على حاجات مش كويسه خالص وعلى اصحابه، ولان اصحابه كان يعرفوه بس علشان خاطر الفلوس، اول ما الفلوس بتاعته خلصت مشيوا وسابوه. مر بظروف صعبه جدا جدا يا رامز والفلوس بتاعته خلصت، لحد ما كان اكل وحش خالص يا رامز، اكل اكل الخنازير تخيل. اوه صعب قوي ده يا جولي. فعلا، ولحد بقى ما وقف مع نفسه كده وقفه وقال انا قررت ابدا بدايه جديده خالص. حلو قوي ده يا جولي، هنكمل القصه بس ناخد فرح من القاهره. ازيك يا فرح؟ كويسه. عندك كام سنه؟ عندي 9 سنين. 9 سنين، حلو قوي يا فرح. فرح تحبي تبداي ازاي السنه الجديده؟ يعني ايه امنياتك للسنه الجديده؟ ان انا اقضي مع عيلتي، اخلي ما انساش اشرب بسرعه واقعد معاه شويه كل يوم، وهو كمان يقضي معانا السنه الجديده. حلو قوي 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 ده يا فرح، كلام جميل قوي قوي. جاهزه دلوقتي تشتركي معانا في المسابقه؟ نعم. جاهزه تشتركي معانا في المسابقه؟ ايوه طبعا. يلا بينا. كملي لينا الايه دي، بتقول الاشياء العتيقه قد مضت، هو ذا الكل قد صار جميلا جديدا نظيفا. جديدا. جديدا، برافو عليكي، سقفة جامدة جدا، برافو عليكي يا فرح. فرح ممكن ترنمي معانا؟ اه. طيب يلا بينا، ترنمي ايه بقى؟ ماشي يا مالك كيفك؟ يلا بينا قولي. ماشي وميري كريسمس، ماشي وميري كريسمس، We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. برافو، شطورة جدا. شكرا ليك يا فرح، شكرا على تليفونك، ودايما كده بترنمي ومبسوطة. الآية جميلة قوي يا جولي، بتقول الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. تعالوا نحفظها متلحنة، يلا بينا. يلا بينا. الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. الأشياء العتيقة قد مضت، وذا الكل قد صار جديدا. برافو يا رامز، انت على فكرة بتلحن حلو جدا. ميرسي يا جولي، دي أقل حاجة عندي يا ماما. احنا بقى كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ان الشخص ده بعد ما مر بظروف صعبة جدا جدا في حياته قرر ان هو يبدأ بداية جديدة خالص. ايه بقى البداية دي يا جولي؟ هقولك يا رامز، قرر بقى بعد الظروف دي كلها ان هو يروح لباباه ويقول له انا اسف ان انا غلطت في حقك وسامحني وخليني ارجع اعيش معاك تاني. وفعلا يا صحابي راح لباباه، وقبل حتى ما يكمل كلامه باباه خده في حضنه وعمل له حفله كبيره خالص خالص، ودي تبقى بدايه جديده في حياته. شفت بقى البدايه الجديده حلوه ازاي؟ جولي انا قررت قرار ومش هرجع فيه. ايه ده انت بتعمل ايه؟ انا هقطع كل الامنيات اللي ملهاش لازمه دي يا جولي، انا ما عادتش تلزمني، انا عايز امنيات احلى من كده بكتير. الامنيات دي انا مش عايزها خلاص. برافو عليك، انا كمان هعمل زيك كده. بس ايه رايك دلوقتي نسمع تريمه جميله جدا مع البريس تيم، ونطلع فاصل ونرجع نكمل بقيه فقراتنا وفقره المفاجآت،
وضيفنا هو مفاجأة وكلنا بنحبه جدا جدا وهنستمتع جدا لما نشوفه. صحابي يستنونا وهنكمل بقية فقراتنا في برنامج مصنع التسبيح. كان في راجل عنده ولدين عايشين معاه وفي خير وفرحانين، وفي يوم من الأيام الابن الصغير حاجات كتير جواه بدأت تتغير. طلب من أبوه كل نصيبه عشان يمشي بعيد ويسيبه، وسافر لبلد بعيدة وبقى عنده أصحاب جديدة. وبعدين لما خلص ماله محدش حتى سأل ماله، ملقاش غير شغل حقير إنه يرعى شوية خنازير. طب ما فكرش يرجع لبابا؟ فكر كتير في نفسه وقال من الصعب من المحال إني أفضل عايش هنا وأنا مع بابا كنت فهنا. هقوم وارجع لبابا وأقول له سامحني يا أحلى بابا، أنا كنت غلطان وسبتك، اقبلني أعيش عبد عنك. وبابا عمل إيه؟ وجاي أسبحك علشان برغم غلطي حبيبني، ولما بتوب دايما تقبلني. يا رب أنا بشكرك وجاي أسبحك علشان برغم غلطي حبيبني، ولما بتوب دايما تقبلني زي الابن الدار. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه وانتم طيبين يا امامير، وكل سنه وانتم عايشين جدا جدا في مجد الرب يسوع. النهارده انا موجود في حلقه جديده من برنامج مصنع التسبيح. برافو عليكم، انتم عارفين انا دايما متعود ان انا اقول
كل سنة وانتم طيبين، وبرنامج في أو حلقة جديدة من برنامج ليش هيك. بس النهاردة أنا مش في ليش هيك، أنا في برنامج مصنع التسبيح. مبسوط جدا جدا أن أنا أكون موجود معاكم النهاردة يا أمامير في بداية سنة جديدة. بس في الحقيقة البرنامج ده أنا مش بينفع أكمله لوحدي أبدا، لازم أن أنا أكمله أو أبتدي أصلا مع رامز ومع جولي. فين رامز وجولي؟ إيه رأيكم نندهلهم إحنا كلنا مع بعض؟ يلا بينا، 1 2 3. يا رامز يا جولي، كمان مرة. يا رامز يا جولي، تلاقوهم بياكلوا كمان مرة. يا رامز يا جولي، هم خمسة أفعالهم جامد. ازيكم؟ كل سنة وانتم طيبين يا رامز. كل سنة وانت طيب يا ابو العريف. وانت كمان يا جولي، انت معانا. كل سنة وانت طيب. ميرسي، وانا كمان مبسوط جدا يا رامز. عايزين بس الاول نرحب بيك يا ابو العريف، احنا بجد بجد مبسوطين ان انت موجود معانا النهارده، وعايزين نسمع سقفة جامدة جدا لابو العريف. انا مبسوط اكتر يا رامز ان انا موجود النهارده معاكم في مصنع التسبيح، وانبسطت من اول ما كنت بسمع الحلقه في الاول، وعرفت ازاي ان احنا مهم جدا جدا ان احنا نعرف ان البدايه الجديده يا اولاد بتبتدي لما احنا نسلم حياتنا فعلا ليسوع. ممكن يكون الكلام ده صعب شويه وبيبان ان هو معقد، يعني اعمل ايه علشان اسلم حياتي ليسوع؟ بس ببساطه انك تقدر تقول له من فضلك يا رب تعالى اسكن في قلبي. هو ساب كل حاجه علشان يجي ويقعد هنا، فاحنا كمان محتاجين ان احنا نفتح قلبنا ونقول له تعالى اتفضل اقعد مكانك. بالظبط يا ابو العارف، احنا النهارده فعلا كنا بنتكلم عن البدايه الجديده، وانت احنا طبعا عارفين ان انت كان عندك بدايه قويه جدا لحاجه قويه في حياتك، عايزينك بقى تشاركنا بيها. وانا زمان كنت صغير، كنت يمكن في عمر الولاد كده وفي المدرسه، ودايما دايما في المدرسه بيبقى في ناس مختلفه عننا، وانا في الحقيقه في المدرسه كان في ناس مش بتحبني قوي، واحيانا واحنا صغيرين كانت الناس بتلعب معانا العاب سخيفه جدا، يدلق بقى عليك ميه وانت في الفسحه، ياخد كيس شيبس بتاعك وفرقعه، ياكل الساندوتش بتاعك ما تقدرش تتصرف معاه خالص. انا كان بيحصل لي كده يا ابو العريف على فكره كتير قوي زمان يعني. طب وكنت بتعمل ايه يا رامز في الموقف ده؟ بصراحه يا ابو العريف كنت بزعل قوي، وكنت بتضايق وبتنرفز وبعمل مشاكل، يعني ما كنتش بعرف احبهم لانهم كانوا بيضايقوني يا ابو العريف. بس انا بقى لو في الموقف ده الحقيقه كنت هبقى عايزه افرقع لهم كيسهم هما كمان. طب الشيبسي ذنبه ايه يا جولي؟ ما هما فرقعوا لي بقى الكيس، اعمل ايه بقى؟ بس هو بالمناسبه احنا مش مفروض ناكل شيبسي كتير على فكره يا اولاد، مش مفروض ناكل شيبسي كتير خالص، كل الحاجات اللي هي جوه الساندوتشات اللي هي غير الساندوتشات اللي ماما بتعملها بلاش ناكلها. فانا كنت دايما بلاقي صعوبه ان انا احب الناس اللي حواليا، لغايه ما في لحظه يا اولاد حسيت انه لو انا بحب ربنا من كل قلبي لازم اتعلم ازاي احب اعدائي اكتر من الناس اللي كمان بتحبني. يسوع قال كده، يسوع قال اذا احببتم الذين يحبونكم فاي فضل لكم. يعني لو انا حبيت رامز وحبيت جولي وحبيت كل الولاد اللي من برايس تيم وما حبيتش الناس اللي بتكرهني، انا مش هعمل اي فرق. طب اعمل ايه يا ابو العريف؟ انا اعمل ايه يعني؟ انا كل ما بفتكر الموضوع اللي كان بيحصل زمان وان هم كانوا بيضايقوني واني ما كنتش بقدر اغفر لهم، بتضايق وبحس ان انا كان المفروض اخد موقف احلى من كده. اعمل ايه؟ رامز انت بتقابل حد من اصحابك دلوقتي ولا لا؟ احيانا كتير. بتعمل معاهم ايه؟ بكون مبسوط معاهم بس كده، هو ده اللي بنقوله. احيانا كتير يا رامز احنا بنشوف الناس من عينينا احنا، يعني لو حد ضايقك مثلا يا جولي تفضلي انت شايفاه ان هو مزعج وغلس ومش بيحبك، لكن يا ولاد لازم نعرف ان احنا لازم نشوف بعض من عينين يسوع. فلازم انا اشيل النضاره دي كده واحط النضاره بتاعه يسوع على عيني علشان اعرف اشوف الناس اللي مش بتحبني كمان بعينين يسوع. رب يسوع لما كان على الصليب، انا عارف ان احنا بنتكلم عن الميلاد والبدايه الجديده، بس دي نقطه مهمه جدا جدا، لما كان رب يسوع على الصليب قال كده اغفر لهم يا ابتاه لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون. طيب يسوع ما عملش اي حاجه غلط، ما عملش حاجه تخلي حد يصلبه، هو كان دايما انسان بار وعايش حياته بمنتهى الجمال. لكن يسوع وهو على الصليب عمل كده وقرر ان هو يغفر للناس اللي صلبوه. ما ينفعش لو انا بقول ان انا ابن يسوع يا رامز وان انا حته منه يا جولي وعايش في قلبه ان انا ما اعملش زيه. اي حد بيبقى ابن اي حد بيبقى شبهه، يعني لو ترجعوا مثلا صور بابا وماما هتلاقوا اكيد انتوا فيكم شبه منهم. احنا كمان لان بابانا هو يسوع فلازم احنا كمان نكون في شبه منه. انا عايز اعرف اكتر ازاي قدرت تقبل الناس اللي ما كانتش بتحبك زمان، او الناس اللي كانت بتضايقك في المدرسه؟ ممكن تكلمنا اكتر عن الموضوع ده؟ بص يا رامز، هي المساله سهله وصعبه في نفس الوقت. لو انا قعدت افكر، لو انت زعلتني، رامز عمره ما عمل كده، بس انا بس بدي مثال بسيط، لو رامز زعلني مثلا يا اولاد، انا قدامي حل من اتنين، يحب رامز لاني انا حاسس ان هو يستحق يتحب، يا اما انا احس لان رامز عمل فيا حاجه وحشه فانا مش هينفع احبه. ودايما يا رامز بيبقى عندي الاختيارين. الواحد ممكن يكون عنده اختيارات كتيرة جدا او اسباب كتيرة قوي تخليه يكره الناس اللي حواليه يا جولي، بس في سبب واحد يخلينا نحب الناس اللي حوالينا، هو ان كل الناس زي ما انت كنت بتاخد التقرير الاولاني يا رامز وقلت انه السلام
في ولد من الولاد قال انه نفسه السلام يجي في كل العالم. احنا مش هينفع نبقى صانعي سلام، مش هينفع نبقى اولاد يسوع ونعمل كده الا لو احنا حبينا الناس. يمكن نشوف 100 سبب يا اولاد يخلينا ما نحبش الناس او نحس ان هما بيزعلونا او بيضايقونا، بس في سبب واحد يخلينا نحبهم كلهم، وهو ان يسوع عايش جوانا وعاوزنا احنا نصنع سلام، حتى لو كان ده ضد الحاجه اللي احنا عايزين نعملها يا رامز، بس لازم نتعلم يا جولي يوم بعد يوم ازاي فعلا نقرب من قلب يسوع ونعمل الحاجه اللي هو طلبها مننا. ابو العريف، طب لو انا بدات بدايه جديده في حياتي زي مثلا محبه الاعداء او اي بدايه جديده خالص، يعني لو وقفت كده ومعرفتش اكمل تاني اعمل ايه؟ لازم علاقتي مع يسوع لازم تبقى موجوده كل يوم يا جولي. زي ما قلنا في حاجات كتيره تخلينا ما نعرفش نكمل يا رامز، في حاجات كتيره بتوقعنا وبتتعبنا، انما مع يسوع الوضع بيبقى مختلف خالص. هو بيدينا ان احنا نعيش كل يوم زي ما هو عايش على الارض. هو كان عارف ان في ناس كتيره مش بتحبه، علشان كده طلبوا ان هو يتصلب، لكن حتى في الوقت ده هو غفر. فاحنا اكيد هنقع يا جولي ومش هنعرف نكمل، لكن البنزين بتاع حياتنا هو كلمه ربنا، لازم كل يوم نبقى جنبه ونسمع ونقرا علشان نبقى اقرب ليه. بس احنا عادي لو ابتدينا بدايه وقفنا او ما كملناش، يعني ما نتخضش قوي ونحس انه احنا مش هنعرف نبتدي بدايه جديده تاني؟ متهيألي يا جولي مش هو ده اللي ربنا عايزه يا اولاد. ربنا عايز حاجه تانية، ربنا عاوزنا دايما نبقى بنبص عليه. عارفه يا جولي، هقول لك على مثل لذيذ جدا. احيانا كتير لما انت بتبص على الارض اللي حواليك تلاقي بقى مشاكل كتيره وحوادث في الشارع ودوشه هنا وتراب الناحيه التانية ومشاكل كتيره قوي، بس اول يا اولادنا بنرفع عينينا كده على السما بنلاقي السما ثابته مش بتتحرك كتير، والسما ثابته من زمان جدا، من اول ما ربنا خلق الكون لغايه النهارده. فاحنا دايما عندنا حاجه ممكن نعملها من اتنين، يا اما نبص على الحاجات اللي حوالينا اللي هتخلينا دايما ما نعرفش نكمل يا جولي ونتعب ونحبط ونقع، او ان احنا يا رامز نرفع عينينا فوق للسماء. والمزمور بيقول رفعت عيني الى السماء من حيث ياتي عوني، او الى الجبال من حيث ياتي عوني. فاول ما تلاقي نفسك بتقعي او بتتزحلقي او مش قادره تكملي يا جولي هتعملي ايه؟ بصي للسماء. حلو قوي. واو. خلينا ناخد اتصال تليفوني من ساندرا. ساندرا ازيك؟ الحمد لله. عندي كام سنه؟ عندي 10. 10 سنين كبيره قوي. ساندرا جاهزه تشتركي معانا في المسابقه؟ ايه؟ تشتركي معانا في المسابقه؟ ماشي. يلا بينا. الآية بتقول أنا هو الألف والياء، البداية ونقط الآخر النهاية الاستمرار. أنا هو الألف والياء، البداية والآخر النهاية الاستمرار. النهاية. النهاية. برافو ساندرا، شطورة. تحب تكلمي أبو العريف؟ نعم. تكلمي ابو العريف، عايز يسلم عليكي ويقول لك ميري كريسماس. الو، ازيك يا ساندرا؟ الحمد لله. عرفتي تكمله الايه دي ازاي؟ دي صعبه جدا يا ساندرا، برافو عليكي. شكرا. انت عارفه يا ساندرا لما الرب يسوع بيقول على نفسه ان هو البدايه والنهايه اكنه هو بين قوسين، واحنا بنعيش في وسط القوسين دول، فما ينفعش اي حد فينا يبقى خايف او قلقان او محتار، لان دايما الرب يسوع شايل حياته او حاميها ما بينه هو الالف والياء والبدايه والنهايه. ميرسي يا ساندرا وميري كريسماس. باي 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 يا ساندرا، جود باي. باي. احنا بقى انا ورامز قبل ما انت تيجي يا ابو العريف كنا مقررين ان احنا هنحط بقى امنياتنا الجديده على شجره الكريسماس، وعايزين بقى ايه؟ عايزينك تكتب معانا ايه امنيتك بقى للسنه الجديده، وانا ورامز هنكتب برده. اتفقنا؟ واقول بصوت عالي ولا انا ممكن اشارككم باول حاجه؟ بليز. انا بقى يا اصحابي ممكن اشارككم بحاجه يا سر شويه بس هقولها لكم. يعني انا شويه بغير من اصحابي، يعني شويه صغيرين مش كتير، يعني علشان هم احسن مني واكتف كده وناس كتير بتحبهم وانا ما فيش حد بيحبني. مين؟ فانا عايزه ربنا. ثانيه واحده، بتحبوا جولي ولا لا يا اولاد؟ بنحبها. معلش علوا صوتكم، بتحبوا جولي ولا لا يا اولاد؟ بنحبها. اكتبي يا جولي، اكتبي. طب دي حاجه كويسه، بس انا بتمنى طبعا انه الموضوع ده يتشال من جوايا. اكيد اكيد. انت بقى ابو العريف بتتمنى ايه؟ بص يا جولي، انا بحس انه احنا عندنا حاجات كتيره ملخبطه وصعبه ومش هنعرف نحلها الا لو عملنا حاجه واحده بس، هو ان احنا نعرف ان ربنا قال عن الاطفال ان هم عندهم ملكوت السماوات. لما احنا بنكبر في السن بنحس كده ان احنا فاهمين الحياه بقى وشايفينها من عندنا احنا وبنعرف نحل كل حاجه لوحدنا، بس في الحقيقه ده مش بينفع يا اولاد. مهم جدا جدا ان حتى لو احنا كبرنا في السن نبقى عارفين ان لازم يكون جوانا الطفل الصغير اللي بيقدر يحب يسوع من كل قلبه، فينفع ان هو يعمل الحاجات اللي قال عليها الرب يسوع ويبقى ليه كمان يا جولي ملكوت السماوات. فانا نفسي وهكتب الحاجه دي انه يا رب يسوع انا بصلي لك ان كل
أطفال العالم يفضلوا قريبين من قلبك وليهم ملكوت السماوات. حلو قوي ده يا ابو العريف. انا كمان كتبت امنيه. انا الحقيقه السنه اللي فاتت دي كنت بتعصب جدا جدا وانا بلعب كوره. احيانا كده اتعصب وازعق يا جماعه بصولي العبولي وحاجات غريبه كده. انت بتحب تلعب كوره يا رامز؟ انا بلعب كوره. بتشجع نادي ايه؟ الاهلي. ماشي يا رامز، اوكي كمل. كمل. بس ابو العريف كنت بتعصب كتير واتفرج على الماتش وبتعصب وانا اتفرج على الماتشات. بس نفسي في السنه دي ما اعملش كده. نفسي اكون اهدى واكون اعقل واكون كده بسيط ومش لازم اتنرفز يعني. دي حاجة مهمة يا رامز، برافو عليك. طب بما ان احنا كلنا كتبنا ممكن بقى نعلق الامنيات دي على شجرة الكريسماس. مين يحب يعلق؟ انا اعلق الامنيات. اتفضل يا رامز. بس خلونا نسمع ترنيمة دلوقتي وبعد كده نرجع نكمل معاك. يلا بينا. يلا. السنة دي نبتدي كده، نبتدي واحنا عارفين ان احنا ازاي نحب اعدائنا ونحسن الى مبغضينا ونصلي لاجل الذين يسيئون الينا ويبغضوننا ويطردوننا. كده نبقى بجد ولاد مين؟ يسوع. ابينا الذي في السماوات. برافو عليك ابو العريف. دلوقتي عايز اقول شويه حاجات ممكن نبدا بيها السنه الجديده لاصحابنا ممكن تنفعهم كويس قوي في السنه الجديده. يعني مثلا لو بتاكل اكل مش صحي قوي قوي، لو مش اكل صحي يعني اكل فيه سكريات كتير، اكل فيه دهون كتير، حاول تقلل الحاجات دي عشان صحتك تبقى حلوه زي انا وابو العريف. وريهم ابو العريف، وريهم اوريهم ايه بس اهو. هو ده، دي من الحاجات المهمه. وفي حاجات كمان تانية يا صحابي، انا عارفه طبعا ان صحباتي البنات بيهتموا جدا بمظهرهم وان هم يكون شكلهم حلو كده وشعرهم كده جميل ولبسهم حلو كده زيي، فممكن نعمل كده بكل بساطه ان احنا نبقى نعمل نيو لوك جميل جدا جدا في شكلنا، لكن ما نقلدش اي حاجه. ما ينفعش نقلد اي موضه وخلاص نشوفها او اي حد نقابله نقلده او اي حد يلبس اي حاجه نلبس زيه. ليه بقى؟ لانه مش كل حاجه بتناسبنا. في ايه في الكتاب المقدس حلوه جدا جدا بتقول كل الاشياء تحل لي ولكن ليس كل الاشياء توافق. كل الاشياء تحل لي ولكن ليس كل الاشياء تبني. يعني ايه؟ يعني انا ممكن اعمل كل حاجه انا عايزاها لكن مش كل حاجه بتناسبني وبتليق عليا. جميل قوي ده. خلينا دلوقتي ناخد اتصال تليفوني من كارين. ازيك يا كارين؟ كويس. عندك كام سنه؟ 12. 12 سنه. كارين احنا كتبنا امنياتنا وعلقناها على شجره الكريسماس. لو هتعلقي امنيه ليكي على شجره الكريسماس تحبي تكتبي ايه؟ قولي انا هكتب الامنيه بتاعتك واعلقها على الشجره.
يلا قولي. عايزه سنه تبقى كويسه. يعني عاوزه سنه تبقى كويسه. سنه تبقى كويسه، حلو قوي. يعني تتمني يبقى فيها ايه؟ ايه اللي يحصل فيها؟ ها قول يا كارن. تنجحي يبقى في سلام في العالم يا كارن. برافو عليك يا كارن. دلوقتي ممكن تكلمي ابو العريف، عايز يقول لك ميري كريسماس. ازيك يا كارن؟ قولي لي يا كارن، انت دلوقتي طلبتي من رامز ان هو يكتب ان السنه تبقى حلوه، تفتكري انت تحبي تعملي ايه او تقدري تعملي ايه علشان السنه تبقى حلوه زي ما انت بتقولي يا كارن؟ ان احب كل الناس يبقى العالم كويس. يبقى علشان العالم يبقى كويس يا كارن لازم كل واحد فينا يعمل حاجه، صح؟ اه. وعلشان ربنا يقدر يغير العالم ده لازم كل واحد فينا يعرف ان في حاجه عليه لازم يعملها، مش كده؟ كارن، ان انت بس تعرفي تحبي كل الناس اللي حواليكي زي ما انت قلتي ده شيء كويس قوي، ولازم انت تعلمي الناس اللي حواليكي كمان، اخواتك بابا وماما، الناس اصحابك اللي في المدرسه، ازاي هم كمان يقدروا يحبوا اللي حواليهم، بكده العالم هيقدر يتغير، صح يا رامز؟ بالظبط يا ابو العريف. كارن جاهزه للسؤال؟ ماشي. طيب السؤال بيقول في البدء خلق الله السماوات والسحاب ولا الارض ولا البحار؟ في البدء خلق الله السماوات وإيه؟ السحاب، الأرض، البحار. الأرض. الأرض، برافو شطورة. فعلا في البدء خلق الله السماوات والأرض. دي برافو أول عليك. آية في كتاب مقدس. دي أول آية فعلا يا أبو العريف. كنا عايزين نعرف شوية حاجات كده نقولها لأصحابنا علشان يبدأوا سنة جديدة بشكل متغير. رامز أنت اتكلمت عن الأكل، ودي حاجة مهمة قوي، أغلبنا يا أولاد بيعديها وبياكل أي حاجة، ودي حاجة مش مظبوطة أبدا، لأنه الجسد بتاعنا ده يا أولاد هو هيكل للروح القدس، يعني روح ربنا عايشة جوانا، فما ينفعش ناكل أي حاجة زي ما قال رامز، دي حاجة مهمة قوي. جولي كمان أنت اتكلمتي عن إزاي إن إحنا ناخد قيمتنا من الحاجات اللي ربنا مديها لنا، مش من شكلنا أو من الحاجات اللي إحنا بنشوفها من بره، لأنه كل الأشياء تحل لي لكن ليس كل الأشياء توافق. يعني مش كل حاجة يا أولاد بينفع إن أنا أعملها. أنا أكتر حاجة نفسي أقولها لكم يا أولاد هو إنه تقدروا تبقوا لازقين دايما 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 في يسوع. اول مره في حياتي كان في فريق دراما زمان خالص، كنت صغير، رامز وجولي، وكان جه عشان يعمل تمثيليه سريعه جدا، فكان في اوتوغرافات زمان بنديها للناس عشان تكتب لنا فيها الحاجه دي، فالشاب اللي انا اديته الاوتوغراف كتب لي حاجه واحده بس، قال لي stay with Jesus، يعني خليك مع يسوع. ومن ساعتها وانا بحاول كل يوم ان انا اقرب من يسوع اكتر وابقى حته منه زي ما هو عاوزني ابقى حته منه. متهيألي دي اكتر حاجه تخلينا نبتدي مش بس 2017 لكن كل السنين اللي جايه واحنا عارفين قيمتنا في الرب يسوع. حلو قوي. انا كمان عندي حاجه ممكن اقولها. قولي يا سولي. مثلا ردود افعالنا يا صحابي ممكن نغيرها. انا مثلا لو عصبيه وبرد كده بعصبيه دايما على اي حد بيكلمني، ممكن اتعلم ان انا ارد بهدوء شويه واتكلم بالراحه، ده هيخليني اسلوبي حلو مع الناس، وده برده يعتبر بدايه جديده. جميل. ممكن كمان على فكره عايزه اقول لكم على حاجه، ان احنا برده نجيب ورقه وقلم ونكتب الحاجات الغلط اللي احنا عملناها السنه اللي فاتت ونقرر ان احنا نقطعها ومش هنعملها تاني. وممكن برده نجيب ورقه وقلم ونعمل زي ما احنا عملنا انا وابو العريف ورامز كده، ان احنا نكتب الحاجات الحلوه اللي عايزينها تتحقق في سنه 2017. حلوه قوي ده يا جولي. عايزه اقول لكل اصحابنا كمان خد موقف مختلف. يعني يا ابو العريف لو ليا شله صحاب مش افضل حاجه، طبيعي جدا ان انا اخد موقف ناحيتهم، اروح احاول اغير فيهم، اقول لهم يتغيروا، اثر فيهم بشكل ايجابي. لو ما قدرتش اعمل كده هبقى مضطر اني ابعد عنهم يا ابو العريف، صح؟ مظبوط. بس لازم كمان اكمل اصلي لهم يا رامز، يعني مش بس ان انا ابعد عنهم واسيبهم لانه انا حاسس ان هم مش احسن اصدقاء ليا دلوقتي زي ما انت قلت، لكن اهم حاجه يا اولاد ان حتى وانا بعيد اصلي لهم. حلو قوي. عايز افكر كل اصحابنا اللي بيشوفونا بسؤال حلقتنا النهارده. السؤال بيقول كانت بدايه المعجزات اللي عملها يسوع هي تحويل الماء لخمر، شفاء الأعمى، إقامة لعازر. كانت بداية المعجزات اللي عملها يسوع هي تحويل الماء لخمر، شفاء الأعمى، إقامة لعازر. ابعتوا لنا الإجابات على الفيسبوك اللي هيظهر قدامكم على الشاشة. وكمان عايز أفكركم بالفيديو، احفظوا ترانيمنا كويس قوي، ترانيم الحلقة اللي اتقالت النهاردة، وابعتوا لنا الفيديو ليك وانت بترنم ترنيمة من ترانيمنا على صفحة الفيسبوك اللي هتظهر قدامك على الشاشة علشان نعرض الفيديو في الحلقات الجاية وتكون واحد من مرنمين برنامج مصنع التسبيح. ودلوقتي جه معايا نهاية حلقتنا. أبو العريف أنا كنت مبسوط جدا 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 أنا كنت معاك النهاردة. أنا كمان مبسوط قوي أني كنت معاك ومع جولي ومع البريس تيم في مصنع التسبيح. بجد نورت مصنعنا يا أبو العريف جدا 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 وانبسطنا بوجودك. عاوزين نسمع سقفة جامدة جدا لأبو العريف.
ممكن اول حاجه بس اخيره قول يا بلوريف، مش بس نسمع سقفه لينا، بس عايزين نسمع سقفه كبيره جدا ليسوع. ممكن ودلوقتي هنسمع ترنيمه اخيره من برنامج مصنع التسبيح، ونشوفكم الحلقه الجايه. باي باي. فيليس نافيداد، فيليس نافيداد، فيليس نافيداد، prospero año e felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año.